عند بحيرة كيمزيل بافاريا تستعرض سكودا نسختها الجديدة من أوكتافيا كومبي، التي تثبت أرقام مبيعاتها أنها واحدة من أكثر سيارات كومبي شعبية في أوروبا. ومن خلالها تطمح سكودا لتحقيق أهداف كثيرة، منها زيادة حصتها في سوق غرب أوروبا. لا تزال أوكتافيا تلعب دورا مهيمنا، فأوكتافيا كومبي تمثل أكثر من ثلث مبيعاتنا، ونحن طبعا نريد توسيع نطاق هذه الحصة إلى أبعد من ذلك. أوكتافيا كومبي تمثل قيمة ضخمة بالنسبة لنا، وهناك أيضا أوكتافيا ليموزين، لكني أتكلم الآن خصوصا عن الكومبي لأنها تمثل 90% من مبيعاتنا من أوكتافيا في ألمانيا. تستعرض الكومبي متانتها المعهودة، طولها 4 أمتار و66 سنتيمترا، دقيقة في غيار السرعة والتوجيه. نختبر هنا أوكتافيا TDI 1.6 التي يبدأ سعرها من 21,000 يورو تقريبا، لكن النسخة الأصغر من أوكتافيا كومبي يبدأ سعرها من حوالي 17,000 يورو وتعمل بالبنزين. بمعيار استهلاك قدره 3.8 لترات للمئة كيلومتر و99 جراما من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون للكيلومتر الواحد، تمثل نموذجا للحفاظ على البيئة وسعرها مقنع أيضا. مقدمة أوكتافيا كومبي مطابقة لنسخة الليموزين، ويمكننا رؤية ذلك من خلال غطاء المحرك وشبكة المبرد والمصابيح الأمامية. الخطوط الجانبية للسيارة تمتد بحيوية من مقدمتها وحتى غطاء صندوق الأمتعة. وللأسف يبدو غطاء الصندوق متواضعاً شيئاً ما. ومن الخلف مزودة بمجسات تساعد عند ركن السيارة. صندوق الأمتعة كبير جداً ورائع، حجمه 610 لترات، أي يتسع بيسر لشخصين مثلي، ويمكن زيادة مساحته إلى 1740 لتراً، أي بزيادة 85 لتراً عن النسخة السابقة. يوجد داخل السيارة كثير من أدوات الراحة كالمقاعد التي يتحكم بها إلكترونياً، ويمكن تخزين مواصفات وضعية الجلوس حسب الشخص. وفي منطقة السائق يوجد في الوسط الراديو وأنظمة مساعدة وآلية لركن السيارة. تريد سكودا مستقبلاً مواصلة التقدم، فلديها عدة موديلات أخرى تنتظر لحظة دخولها الأسواق. نحن نحتفل الآن بمرحلة إطلاق إنتاجنا الذي بدأ منتصف العام الماضي. نحتفل بسيتيغو التي تمثل موديلاً جديداً وقطاعاً جديداً بالنسبة لنا، وكذلك رابيدا التي ستحصل في نهاية العام على إضافة جديدة اسمها سبيس باك، كما أننا سنجدد لاحقاً موديل سوبرب ونجدد ييتي في نهاية السنة، وسيحل الدور على فابيا العام المقبل، ومن ثم يمكننا القول مبدئياً أنه بنهاية العام المقبل سنكون قد جددنا موديلاتنا جميعاً تقريبا. والخلاصة، كل ما ترغبه في القيادة متوفر، نقود بهدوء وراحة، وفي المسافات الطويلة تستهلك السيارة 3.8 لتر. صندوق أمتعة كبير وتوفير في استهلاك الوقود، سيارة لديها القدرة على مواصلة النجاح.